جدا اللي هي طبعا رمز البريس اللي احنا معظمنا تقريبا مثلا البروجكتس اتدربنا هنا وطبعا سبيريت شرحونا ان انا بريزنتر توداي او سبيكر توداي ان بليس ان فرونت اوف ون اوف البروفيسورز ذات اي ليرن اباوت فروم دكتور صقر طبعا واساتذتنا وجميع اساتذه في مركز الكلى. اشكركم شكرا جزيلا مره ثانيه على الدعوه الكريمه. My talk today, as Dr. Hussein asked me to give this magnesium hemodialysis. طبعا الحقيقه magnesium therapy hemodialysis, بس طبعا القصه كانت تنتهي عن كلمه ان انا عندي magnesium containing non-calcium phosphate binder and so forth. That's it. ولكن طبعا magnesium one of the very important cations اللي هي overlooked and تقريبا ما اهتمش بها كتير, والحقيقه هو one of the very important cations اللي المفروض ان احنا الاستريس عليها شويه ان لها فيري جود امباكت فور حاجات مهمه جدا الدكتور هنتكلم عليها او هايلايتد شويه زي مثلا الباسكولار كلاسيفيكيشن اور اذر كومبليكيشن ريليتد تو كارديوفاسكولار موربيديتي اند سو فورث. احاول قدر الامكان تو بي ستيك تو ذا تايم, عارف طبعا الوقت متاخر ودي از ماي اجنده توداي ان انا اتكلم على الفسيولوجي اوف ماجنيسيوم, اتكلم على الرول اوف ماجنيسيوم في سي كي بي اند ديالس فيجن, اتكلم على الكونكشن بين ماجنيسيوم ليفل اند ماسكولار كالسيفيكيشن از ون اوف جينيريك وان يعتبر حتى واحد من ضمن الديبندنت ريسك فاكتورز فور ديفلوبمنت اوف ماسكولار كالسيفيكيشن. اتكلم على ثيرابيوتيك كونسيدريشن ريجاردينج ماجنيسيوم كونتيننج اند كالسيوم سيبرانجر في ال از ون اوف ذا الدراسة اللي انا هستخدمها ونيفر كالسيوم مش كنت بركيت كان بي يوز. بالاضافه طبعا هشوف قد ايه الحاجات اللي هي ممكن اذا كان بوتنشال بنفيتس ان بون نورماليزيشن اند اوستيوبروزيس اند سو فورث. الماجنيسيوم بلاي ان امبورتنت رول ان سيلولار فيسيولوجي, تقريبا هو بيمثل تقريبا جزء كبير جدا في العمليه اللي هي الميتابوليزم والانرجي برودكشن, تقريبا في كل العمليات الحيويه اللي بتتم تقريبا المغنيسيوم از بيج بارتنر فيها. لو عرفنا طبعا ان التوتال مغنيسيوم كونتنت اوف ذا هيومن بادي ريبورت تو بي 20 ملي مول بير كي جي اوف فات هو دي البادي بادي ويت. 99% منهم متركزين تقريبا في البون وفي السكليتال ماسل اند اوف كورس نون سكليتال اند نون زي مثلا السوفت تيشو والبلاد فيسلز اند سو فورث, ودي تقريبا بس هو من المين كومبارتمنت بتاعه من اللي بيكون في البون اند سكليتال ماسلز. زي ما قلنا المغنيسيوم طبعا بيشير في كل تقريبا العمليات الحيويه اللي بتتم في الجسم, كل من ضمنها انرجي ميتابوليزم. وحاجه مهمه قوي ان الكالسيوم المغنيسيوم بنعتبره اللي هو الفورس ابانتمنت كتايم في البادي بعد الكالسيوم وبعد الصوديوم وبعد البوتاسيوم, يعتبر الكالسيوم هو الفورس موست ابانتمنت كتايم, وبنعتبره هو ذا مين كالسيوم انتاجونست. فحتى في بعض الحالات اللي احنا هيكون فيها كونتراندكيشن ان انا استخدم الكالسيوم فور ريزم اوف ذا اذر لايك هايبر كالسيميا, ممكن المغنيسيوم از ا جود الترنتيف بيكوز اوف ذيس كرايتيريا اور ذيس ادفانتج اوف مغنيسيوم. ده تقريبا سمري معظم الفانكشنز اوف ذا مغنيسيوم لايك كل الانرجي برودكشن اللي هو بيشير في الاي تي بي برودكشن له دايركت انزيماتيك اكتيفيشن على فوسفوبراكتو كارنيز الكرياتين كارنيز, برضه بيساعد في بتعرف عمليه السيل ميمبرين ستابيليتي. بالاضافه طبعا ان وظيفته ككالسيوم انتاجونست في معظم الحاجات اللي بيكون فيها هايبر كالسيميا ات از ا جود اند فيري نايس الترنتيف فور كالسيوم. بالاضافه لان هو طبعا ممكن يسقط الاستراكشرال فانكشن بروتينز اند بوليمريز نيوكليك اسيدز اند سو فورث. المغنيسيوم ان هيلثي اندفيدوال نيدد اولموست تقريبا 30-50% من التوتال انتيك بيجيتري ابزورب في سوروس انتستن. بيبقى طبعا الجزء الكبير منه بيبقى اكسكريتد عن طريق الفيكال سكريشن حوالي 50-60% تقريبا, والجزء اللي هو يجيتري ابزورب بيبقى اكوميليتد في البلاد. وزي ما احنا قلنا تقريبا ده التوتال اماونت اللي موجوده في البادي اللي هي من 1800 ل 2400 مغنيسيوم تقريبا دول كلهم بيجيت فلتر افري داي
الفروديه اللي بيكون رايت اند 78% منهم من تقريبا 95% من الكميه دي بيجيت ريفيل هنا بزور التجاعيد. فمعنى ان في كميه صغيره جدا جدا هي اللي بتنزل عن طريق اليورين. فدي حاجه تاكد ان فعلا ان المين ميكانيزم بتاعت او مين جزء كبير جدا من الميتابوليزم وفي مغنيزيوم بيتم فروغ الكدني. عشان كده اي ريرينجمنت اور ابنورماليتي في الكدني هيحصل سام سورت اوف هايبر مغنيزيمي. وده الدايجرام ده بيبين طبعا تقريبا معظم الكلام اللي انا قلته ان وجبات الانتيك حوالي 300 ملي جرام بالدي بيجيت لي ابزورب منهم حوالي 30% اللي هم تقريبا حوالي 100 منهم 10 20 كمان بيحصل لهم تيوبولار اكسكيشن اراوند 100 ملي جرام بيوصل السيركيوليشن اكوميليتد بيكون لي الكميه اللي انا قلت عليها اللي هي من 1800 ل 2400 جزء كبير جدا منهم زي ما احنا شايفين بيبقى جزء كبير جدا منه بيجيت سلوك كدني تقريبا زي ما احنا قلنا حوالي 87 بيجيت لي فلتر منهم 95% بيرجع تاني السيركوليشن عن طريق التيوبيول تمام. وبعدين بعد كده فاينالي بيجيت ريلوكيتد يا اما في البون يا اما في المصل اور اذر تيشنز لايك الفيسل اتسلف از نون سكليتال اور نون مسكلر سوفت تيشو اللي اهمهم طبعا البلاد باتنز اوف كورس طبعا الانترا سيلولار كومبارتمنت اوف ذا مغنيسيوم ده تقريبا اولموست كل المغنيسيوم بيبقى لوكيتد انترا سيلولار. هاو اباوت مغنيسيوم ان ديزيز طبعا ده كان كلامنا كله عن مغنيسيوم ان هيلث هاو اباوت ديزيز وان اوف ذا فيمس لان الكلام اللي انا جاي اتكلم عليه النهارده مغنيسيوم ان كيدني ففي كيدني ديزيز طبعا اللي بيحصل ان هو مع الارنجمنت اوف ذا جي اف ار فروم ستيج 4 تو 5 اند سو فورس بيحصل انكريز سم سورت اوف انكريز اوف مغنيسيوم زي ما احنا قلنا طبعا الكيدني بتاخد تقريبا كميه كبيره جدا فده بيرجع طلعت الصلاه في الفيشن دي ابزوربشن تاني فاكيد اي بروبلم في الكيدني هيحصل تبقى اسوشيتد ويز ستاجنيشن اور ريتنشن اوف مغنيسيوم ان ذا بلاد اللي هو بنسميه الهايبر مغنيزيميا على حسب الليفل اوف ذا مغنيزيوم جي اف ار ليس ذان 30 اور ستيج 5 ليس ذان 15 ملي لتر بير مينت بتحصل الهايبر مغنيزيميا. مش كده وبس طبعا ده لوحده الكيدني بس اكيد طبعا وانس ان احنا وصلنا لستيج 4 اور 5 وي هاف تو تيل ذا بيشنت ان احنا برضه احنا وصلنا لمرحله ان احنا لازم نكون فيها دايتري كنترول على سيرتن كومبوننت اللي من ضمنهم طبعا المغنيسيوم. كواحد من الحاجات اللي انا دايما بقول اوفر لوكت محدش بيهتم بيها بيغفلها بيعملها دايما دايما بنركز على الفوسفور دايما بنركز على الكالسيوم على البوتاسيوم and this is one of the important cations اللي احنا برضه المفروض ان احنا نستريس عليها. فبرضه بيشير في القصه بتاعت الكيدني ديزيز اتسيلف موجود طبعا اللي هو الدايت ممكن دراجز ديوريتكس الحاجات دي كلها ممكن تزود المغنيسيوم. طبعا ناهيك عن بعض الحاجات الديزيز اللي هي اسوشيتد with some sort of hyper or hypomagnesemia like Bartter or Gittleman syndrome or whatever, but this is not our topic. في اللي هي طبعا في المودريت انكريز اوف مغنيسيوم اللي هو طبعا يعني between 4.8 and more ده طبعا بيكون البرزنتيشن بيكون almost asymptomatic انما لو زاد طبعا الليفل وصل more than 7 or for example it manifested with drowsiness, lethargy, and hyperplexia. احنا يمكن ما بنشوفش الحاجات دي او بنشوفها بس ما بنفكرش انها ممكن تكون سببها magnesium changes. ما بنشوفهاش كتير الحقيقه فعلا اذا كان في حد من استاذتنا يقول ولكن برضه تزير موجوده فعلا وبنشوف الاعراض دي موجوده كتير بس ما بنهتمش بيها ان يكون سببها المغنيسيوم كواحد من الاسباب اللي هي بتبقى او الكاتايونز بتزيد فيها في الكرونيك كيدني ديزيز وبنهتم دايما زي ما قلت بالفوسفراس او الاذر الكترولايتس. ده البرزنتيشن اوف المغنيسيوم في الموست اوف اولموست كل البيشنت اللي هم على ستيج 5 ولو تلاحظوا ان هو تقريبا بيتراوح من النورمال ليفل لحد مور ذان ذا نورمال ليفل 3.8 ده النورمال ليفل بتاعنا 1.6 تو 2.6 ملي جرام في الديسي ليتر وزي ما احنا شايفين تقريبا ان معظم العيانين على الدياليسيس ما بيكونش عالي قوي او ما بيكونش او حتى في بعض الحالات بيكون فيها لسه نورمال وده طبعا اللي هي الفاريبيليتي في التشين في الشكل ده هو يؤكد لك ان احنا برضه ايه وي هاف تو ستريس عليه ده مش بالضروره ان هو يكون عالي مش بالضروره ان هو يكون واطي بس ات شود بي دان علشان نعرف احنا فين. واقول هو المفروض ان هو الابر نورمال بتاعه از يوسفول واللو نورمال بتاعه ايفن هايبر مغنيسيميا از هارمفول
من خلال بعض الصبز هتكلم عليها بريف في سياق الكلام. وطبعا يمكن برضه الكلام اللي اثرها الدكتور هاني اللي هو طبعا اللي هو بيبقى شيرد في موضوع البصمه والكلاسيفيكيشن والكلام ده، يمكن دايما بحب اقول الكلام ده ان انا فعلا واحد من الحمد لله ان انا مجهوله ان انا فعلا اقول ان انا عملت بعض الشغل على المغنيسيوم في الكرونيك رينال فيلير كوندايزيز بيشن، وكانت النتائج فعلا بتؤكد حاجه مهمه جدا ان احنا لازم نهتم بالمغنيسيوم كواحد من الكتايز اللي لها ريليشن بالبصمه كلاسيفيكيشن. وليه هو شغل اتنشر تقريبا عمله دلوقتي برضه من ضمن الكلام. فدي من ضمن الحاجات اللي احنا بنستريس عليها ان مجرد بندرس المغنيسيوم علشان بس از كتايم خلاص، لا احنا دلوقتي قلنا في امباكت على الباسكال كالسيفيشن واوفر اول كارديو باسكال مورتاليتي اند كارديو باسكال ديزيز. في الهيمو دياليسيز والبريتونيال دياليسيز بيشن بوز توتال اند ايونايزد مغنيسيوم ار اوفن سلايتلي، مش بيحصل ان هو بيزيد كتير لانه طبعا الدياليسيز بيرموف جزء، ولكن الجزء اللي هو ممكن يكون زياده في ممكن يجي عن طريق الدايت، ممكن يجي عن طريق ان في بس فورمولا واحده بس اللي موجوده من الزيت اللي موجود فيها اولموست 0.5 ملي مول بير ليتر، دي فورمولا واحده بس اللي موجوده، وده يمكن ضمن احنا المغنيسيوم والكالسيوم ممكن نغير فيه، البوتاسيوم ممكن نغير فيه، حتى هو اللي دايت فيه المغنيسيوم هو ون فورمولا واحده بس اللي هي تقريبا 0.5، ممكن يكون اللي هي الفورمولا الوحيده دي ممكن تكون هي اللي تاثر لي على الليفل بتاع المغنيسيوم في الكيتون كرونيك رينال فيلير اندرجوينج دايليسيس. بيشارك في موضوع القصه بتاعت المغنيسيوم ليفل ريزيدو رينال فانكشن الفارماكولوجيكال، زي ما يكون ممكن بدي مغنيسيوم كونتيننج فوسفيت بايندر او بدي دايليزيت او دايتر كيك اور دايليتيك اليمينيشن، مهم جدا برضو اذا كان الدايليسيس بتاعت افيشنت اور نوت، كل ده بيأثر في الاخر على التوتال اند ايمال كالسيوم. بالمناسبه طبعا اللي هو ايونات الكالسيوم تقريبا هو نص 60 70% اوف ذا توتال مغنيسيوم. المغنيسيوم من ضمن الحاجات اللي هي بتتغسل بسهوله جدا في الرايزر عن طريق اللي هو الديفيوز المغنيسيوم كونسنتريشن جريدينت، بالظبط تبقى زي اي حاجه تظهر ميدل مريكيول بتجيت ريموفد فروم ذا هاي ارت ذا لور كونسنتريشن. To stress on the point that the relation of the magnesium to vascular calcification and cardiovascular mortality, دي واحدة من ضمن الستاديز اللي كانت بتشوف البوتنشال ريليشن شيب بين سيرم مغنيسيوم اند ليفل سيرم مغنيسيوم ليفل اند سرفايفل في تقريبا 500 بيشنت during disease undergoing dialysis. During this study اللي هي استمرت تقريبا almost more than 4 years 103 patients died. كان 41% منهم دايت اوف كاردي فاسكولار ديزيز، وهم بيشوفوا لهم من البيشنت اللي دايت كان عندهم لو مغنيسيوم. وذي كورليتد ذس انكريز الفاسكولار مورتاليتي، انكريز المورتاليتي تو لو مغنيسيوم مي بي ديو تو ون اوف ذا فاكتورز اللي ممكن تكون بتزود الفاسكولار كالسيفيكيشن. عشان كده مور ستريس على المغنيسيوم جاء بعد كده في الدراسات اللي بعد كده واكدوا فعلا ان هو ان في اسوشيشن بتوين ذا سيروم لو سيروم مغنيسيوم and cardiovascular mortality. في دراسات كثيره جدا من ضمنها واحده زي اللي هي تقريبا اللي هي كانت في رينال ويك was in 2009. تاكيد للكلام ده برضو ان الاثر سكلروزس اند فاسكولار كالسيفيكيشن ار اسوشيتد وذ ليفت فنتريكولار هايبرتروفي اند cardiovascular mortality في البيشنت اللي هم اندرجوينج هيمو دياليسيس. والفاسكولار كالسيفيكيشن في كرونيك رينال فيلير هي طبعا كاركترايزد باي ديفيوز مينرال ديبوزيشن ان ذا ميديا اوف ذا فيسل، وتديها الشكل اللي هو الترام لاين ابيرنس اللي هو بتاع شكل الترام دوت. هنشوفه دلوقتي الميكانيزم بتاعت الفاسكولار كالسيفيكيشن هي طبعا از نوت كلير من البيشنت اللي هم على الدياليسيز، ولو احنا بنقول ان المغنيسيوم بيشير ات ذا بارت اوف ذيس بروسيس اللي هي الفاسكولار كالسيفيكيشن، فطبعا الحقيقه طبعا exact mechanism هي شبطحة of how magnesium act against the vascular calcification أو إن هو نفسه يكون اللي هو magnesium بيشارك في قصة إن هو بيشارك في قصة الـ vascular calcification. الـ studies اللي هي in vivo or vitro studies قالت إن في reduction of the crystalline size of the abatite. في حاجتين اسمهم abatite and strophide، دول الاثنين عبارة عن salt calcium or magnesium salt. وانس ان هم اتوجدوا الاثنين بيزودوا من الانسيدنس بتاع هم دول النيوكليس بتاعت الكالسيفيكيشن، فوجدوا ان المغنيسيوم لو انضاف على الابيتايت او الاشتروفايت هو بيقلل الديبوزيشن بتاعه.
وعليه تعرف طبعا ان ممكن يكون المغنيسيوم له بنفيشيال افكت تمام، ان هو ممكن يكون بيقلل الفاسكولار كالسيفيكيشن بيقلل الكريستال سايز. وجدوا كمان برضو ان اللي هو الكربونيت واحده من ضمن السورس اللي هي برضو ممكن بتنكريز الديفيوجن اللي هو الديسوليوشن اوف ذس ابيتايت. فمعنى ان الاثنين مع بعض الكالسيوم والمغنيسيوم اللي هي الكربونيت والمغنيسيوم لو ضافوا الاثنين على بعض هيكون لهم سينرجستيك افكت على الريدكشن اوف فاسكولار كالسيفيكيشن. أجين إن في طبعا في أصغر prospective studies اتعملت على ال suggested that vasoprotective effect of magnesium by retarding the development of atherosclerosis in stage 5 chronic kidney disease. ودي طبعا اتنشرت في كده من one of the earlier studies اتنشرت في 2004. الكلام بيتأكد بعد كده في small prospective follow up لمدة شهرين تقريبا. The same conclusion ولكن كان متأخر بعدين بفترة تقريبا أربع سنين وبين نفس الكلام برضه، وكان اللي هو الهاي سيرم مغنيسيوم اللي هو كان اسوشيتد ويز الريدكشن اوف ذا باراثرمون هرمون. ده الكلام ده يمكن برضه ايه ممكن يكون له دروب ماكس بتاعته ان هو طبعا بيقلل الباسكولار كالسيفيكيشن بس في نفس الوقت بيدينا الديس ادفانتج بتاعت الهايبر مغنيزيميا والزبيتي اتش ان ممكن يعمل لنا ادايناميك بون ديزيز. ودي الاستاد اللي احنا عملناها اللي هي 12 في الار جورنال في البروجي كنا عملنا ايفالويشن للفاسكولار كالسيفيكيشن بريفرلي وكانت عملنا كورليشن ما بين الفاسكولار كالسيفيكيشن والسيرم مغنيسيوم في مجموعه من العينين بتوعنا في الطنطا. كانت النتائج الحقيقه بصراحه كانت مشجعه فعلا خلينا نفكر في حاجه زي كده ونخليها على وايدر سكيل اكتر من كده مهتمين بالموضوع ده. هو دكتور مجدي بيقول ان هو مهتم بالموضوع ده او مكمله. دراسه الاستعمال كانت على 60 عيان 65 عيان نون دايابيتيك كانوا بيوصلهم اكثر من 6 مانس وعملنا لهم اكس راي على الهاند عشان نشوف في ايفيدنس اوف فاسكولار كالسيفيكيشن اور نوت. وقسمناهم لمجموعتين ذا جروب ذات هاز فاسكولار كالسيفيكيشن كانوا اراوند 25 وباقي الناس ما كانش عندهم. وده كان ال الفاسكولار مش عارف اذا كان واضح ولا لا اكيد انه واضح ده اللي هو الفاسكولار كالسيفيكيشن بين هو في الانتر اس سي اي واضح اللي هو عليه السهل. طبعا احنا عملنا طبعا عملنا الباتري كامله بتاعت البون بروفايل كله مغنيسيوم كالسيوم سيرم البومين وسو فورس. حتى عملنا برضه اللي هو كوليكتد كالسيوم فورس سيرم البومين وعملنا طبعا السيرم انتك باراثرمون هرمون بالاضافه طبعا للمغنيسيوم. ده البيشنت ديموغرافيكس اند كلينيكال داتا. وده طبعا انا بستريس بس على الثلاثه لايف الاخرانيين اللي هو هرمون طبعا المغنيسيوم في جروب 1 اللي هي كان فيها الفاسكولار كالسيفيكيشن اند جروب 2 اللي هي كان فيها اللي ما كانش عندهم كالسيفيكيشن. لو نلاحظ هنا ان السيرم مغنيسيوم اي نعم ما كانش ان هو الهايبومغنيزيميا ولكن كان يعتبر كان اقل من الاذر جروب اللي هي الجروب اللي كان فيها مغنيسيوم قليل هي كانت الجروب اللي فيها فاسكولار كالسيفيكيشن. الجروب اللي كان فيها مغنيسيوم مارجنالي هاي تمام كان فيها ما كانش فيها فاسكولار كالسيفيكيشن. يعني مش بالضروره ان يكون المغنيسيوم فيري لو او قليل على اللو نورمال انما على الاقل ان هو لما قارناها بالجروب الثانيه كان فعلا المغنيسيوم اقل. سيميلرلي هنا في الجروب اللي كان فيها مغنيسيوم قليل كان عندهم فوسفور عالي وكان عندهم تو بي تي اتش كانت اعلى. تمام؟ نفس الكلام او العكس بقى طبعا المجموعه اللي كان فيها مغنيسيوم مارجنالي هاي كان البي تي اتش اقل وكان الفوسفور اقل. تمام؟ كونكلوجن من الاستادي طبعا ده كان اللي هو كان كلوت هنا طبعا المغنيسيوم كان ريليتد تو ذا فاسكولار كان الهايبومغنيزيميا واز ريليتد تو ذا فاسكولار كالسيفيكيشن. وعملنا المالتيبل ريجريشن اناليسيس وجدنا فعلا ان اللو مغنيسيوم واز ان اندبندنت نيجاتيف ريسك فاكتور فور ديفلوبمنت اوف فاسكولار كالسيفيكيشن. It is very very يعني قلنا very small study على عدد قليل من العيانين ولكن النتائج فعلا I think انها ممكن تفتح المجال لحاجات تانية كمان مش مغنيسيوم بس ممكن حاجات ريليتد تو مغنيسيوم عشان تستريس على النقطة ديت وزي ما احنا شايفين الامباكت بتاعها على الموربيديتي والمورتاليتي
تقريبا whenever we mention cult buster morbidity and mortality we shouldn't forget buster classification زي ما الدكتور هانك طبعا ذكرها من ضمن الحاجات البون مينرال ديس اوردر دلوقتي اللي هو البسكلر كلاسيفيكيشن ايتم كبيره جدا دلوقتي بالاضافه لللاب بالاضافه للاسكريتر فطبعا دي وي شودنت فورجيت ات اند وي شودنت لوك ات لوك اوفر ات يمكن هاجي على الجزء بقى اللي هو البراكتيكال بقى احنا عاوزين بتاع الشغل بتاعنا طبعا اللي هو المغنيسيوم سيرابي وده الكلام بس اللي الدكتور حسين هو اللي انا قصدي عليه بقى دي المحاضره بقى دي المحاضره اللي الدكتور حسين قصده عليها. هو المغنيسيوم الفوسفور طبعا من ضمن الحاجات اللي هي برضه الحاجات المهمه اللي هي ريليتد للمناهج ده ريليتد للكارب اصلا مربيتي ولازم تو بي مانج وفود الليمتس طبعا. المغنيسيوم كونتيننج فوسفيت بايندرز هاف بين شون تو هاف ان افيكاسي كومبارابل تو ذات كالسيوم اند الومنيوم بيز فوسفيت بايندر ولكن طبعا مشاكل الالومنيوم فوسفيت بايندر عارفينها كلنا والكالسيوم ونيفر كونترا انديكيتد زي الهايبر كالسيميا اور فاسكولار كالسيفيكيشن يبقى لازم ندور على اذر الترناتيف نعالج بيه الايه الهايبر فوسفاتيميا. طبعا المجموعه النيور مغنيسيوم كربونيت فورميليشن بروف تو كوز ليس باريه زان في اذر هايدرو كان زمان بيستخدموا المغنيسيوم هيدروكسايد وكانت مشاكله كثيره جدا طبعا الباريه والجسر والسرد والفيرونس فطبعا البديل ليه دلوقتي هو المغنيسيوم كربونيت وموجود اي ثينك نو افيلبل في الماركت في صوره تابلتس او كبسول او كده وبرضه عشان برضه في ستريس على القصه بتاعت اللي هو الكالسيوم فيرسس المغنيسيوم على المورفيديتي او على المشاكل بتاعتهم على اللونج تيرم ده طبعا من الكوكر الليبراري بينت ان الكالسيوم فري فوسفيت بايندرز ار نو سوبيريور تو كالسيوم بيز فوسفيت بايندر بس ذي ار ديكريز ذا كالس اوف هايبر كالسيميا ده اللي احنا عاوزينه طبعا and reduced calcium load which can be achieved by combining magnesium and calcium source وكمان ده اتركب طبعا في استوديو كبيره جدا اللي هي الكلباك استوديو اتعمل على حوالي 255 عيان لمده تقريبا حوالي 25 اسبوع وكان بيكونفيرت افكت اوف تو فوسفيت بايندر واحد فيهم اللي هو عباره عن اللي احنا عارفينه طبعا اللي هو الهيناجيت او السيفلامين هيدروكسايد تمام وكان كومبيرد مع الكومباينيشن اوف كالسيوم اند مغنيسيوم اي ثينك از افيلبل ان ذا ماركت اما اي الاود ان انا اذكر اسم الدواء ولا ما هو طبعا معروف اي ثينك يو نو اللي هو الكالماك باي نيم اوكي ده اللي هو الكالسيوم مغنيسيوم كومباينيشن كالسيوم كربونيت اند مغنيسيوم I don't know which company that was. بتكلم عن اللي عندنا في مصر في الوقت اوكي فاحنا بنشوف اللي كان بنشوفه بيستضي اللي هو الكومبينيشن بتاع الكالسيوم مغنيسيوم كاربونيت فيرسس اللي هو الفيري اكسبنسيف وان اللي هو السيميلار هيدروكسايد الدراسه استمرت 25 ويكس كان اسمها ايفالويشن اوف كالسيوم اسيتيت مغنيسيوم كاربونيت اس سيت بايندر كومبيرد وذ سيميلار هيدروكلورايد ان هيومن اوبزرفيشن وكانت كنترول راندومايزد ستادي البيشنت طبعا اتعمل لهم زي وش سام سورت وش اوت فور 2 3 ويكس وبعدين بعد كده راندومايز البيشنت ريسيف ايذر كالسيوم مغنيسيوم كاربونيت اور السيفلامر ال 255 بيشنت اللي وصلوا في الاخر منهم تقريبا حوالي 105 عيان اللي هم كملوا على الكالسيوم مغنيسيوم وحوالي 93 بيشنت 99 بيشنت اللي هم كملوا على السيفلامر كانت النتائج كالاتي طبعا اللي هي طبعا زي ما احنا شايفين ده كان بيشوف النمبر اوف بيلز او تابلتس في الجروب اللي هي ما بين التو جروبس برضه طبعا المجموعه اللي كانت بتاخد كالسيوم مغنيسيوم كومبينيشن النمبر اوف بيلز كان اقل من السيفلامر فعارفين احنا في السيفلامر وي ريتش تو تابلتس 3 تايمز ا داي اوكي قلنا طبعا ممكن بالعدد القليل اللي هو اللي هو الكالسيوم مغنيسيوم ممكن توصل تقريبا لنفس التارجت تقريبا ده كان اللي هو المستوى اللي هو في السلايد الثاني اوضح شويه ده كان اللي هو الريت اوف دروب اوف فوسفيت اور فوسفرس امونج ذا تو جروبس الجروب الاولانيه اللي هي الكالسيوم الجروب الاولانيه اللي هي السيفلامر اللي هي البلاك واللي هي الجرين كان هي الجروب بتاع الكالسيوم والمغنيسيوم لو تلاحظوا ان الريت اوف دروب فوسفرس كان اقل كان اكثر شويه دروب اسرع شويه من الجروب اللي اخذ السيفلامر
الاثنين تقريبا وصلوا لنفس الليفل، نفس التارجت اللي احنا عاوزينه according to كانوا بيعملوا جايد لاينز كي يدوكو جايد لاينز فور فوسفيت از ا جايد. كان تقريبا ليس ذان 5.5 ملي جرام بير دي سي لتر فوسفر، ده كان التارجت بتاعهم. الاثنين وصلوا لنفس المعدل في نفس الوقت تقريبا بعد نهايه ال 25 اسبوع، وكانت الكونكلوجن بتاعهم ان there is no change in the ionized calcium. Was a minimal increase in the total. There was a minimal increase in the total serum calcium and small increase in serum molecule. طبعا ما كانش كل ده significant. Okay. وكان فيه good tolerability profile and thus may represent an effective treatment for hyperphosphatemia. في المقارنة بال very expensive drug اللي احنا قلنا عليه. Conclusion بتاع الاستاذ ديت. الكونكلوجن بتاع السيرة دي طبعا ان ده this is a very good combination. المغنيسيوم شيرد فيه as one of the non-calcium phosphate binder with good tolerability and safety profile. ما زودش الكالسيوم بالمستوى اللي احنا كنا قلقانين منه، مع ان في كالسيوم موجود ما زودش المغنيسيوم بالمستوى اللي اعتقد دي واحده من اللي هي الفريك ستاديز في المجال ده بالذات as one of the magnesium containing phosphate binder for management of hyperphosphatemia. ممكن ده هو التاسك النهارده اللي انا عاوز اقول عليه، اللي هو فعلا المغنيسيوم ممكن نستخدمه في الكومبينيشن ده هو في الحالات اللي احنا فعلا اذا كان البيشنت فيري بور او اذا كان عنده ايفيدنس اوف باسترال كالسيفيكيشن مش قادر اديله حاجه من الدراج اللي هي اكسبنسيف دراجز. I think I reached to the conclusion. Magnesium control blood pressure and the cellular function and has antiallergic effect. طبعا دي حاجة من الحاجات الجميلة جدا فيه. Low magnesium is associated with established atherosclerotic risk. وده الكلام ده لما جبته من أكثر من ستادي، حتى الستادي بتاعتنا كمان اللي احنا قلناها اللي هي فيها low magnesium is associated with vascular calcification. Magnesium is a potential inhibitor for vascular calcification and may contribute to prevention of atherosclerosis. أعتقد أن دي برضه واحدة من ضمن الأدفانتج بتاع المغنيسيوم. نفس الكلام طبعا المغنيسيوم لو مغنيسيوم هاز المغنيسيوم within the upper marginal or marginal high level of magnesium is associated with cardiovascular protection and of course because it's low cost, it can be used easily. Magnesium is positively correlated with survival and diversification, and a preventive effect against osteoporosis has been attributed to magnesium. With higher, طبعاً ممكن نعمل زي كاش سلايد دي. وجدوا إن في البيشنت اللي هم عندهم كيرم دياليسيز يبقى في some sort of osteoporosis في البيشنت اللي هم عندهم كيرم دياليسيز. والمغنيسيوم اللو مغنيسيوم فيه بيشارك في الحته دي اكتر كمان. لو المغنيسيوم زودناه بيقلل الايفيدنس بيقلل الاوستيوبروزيس، بس ما كانش لها ايفيدنس كبير قوي يمكن انا عشان كده ما ذكرتهاش، ولكن اي هاف تو بوينت اوت انه فعلا له رول في الاوستيوبروزيس مانجمنت اولسو. ثانك يو فور يور اتنشن. معلش يا فندم، انا دلوقتي لو في بيشنت هايبرمغنيسيميك وانديسيجنال ديزيز على هيمو دايالسيس اديه مده قد ايه واقيمه بعد قد ايه بالظبط؟ دي رقم واحد. رقم اثنين بالنسبه للنيو ترند اللي هو تريتمنت اوف هايبرفوسفاتيميا المكتوب على الناس اللي هو الفيل فورو، كنا عايزين ناخد فكره عنه. اللي هو ايه؟ فيل فورو. هو قالوا ان هو تشيب جدا وهيوفر جدا عن السيف لامير وكده، فكنا عايزين ناخد فكره عنه. يعني يقصد اللي هو المصري المصري يعني؟ وطبعا بالنسبه للمغنيسيوم برضه اللي هو ايه تو بي كيرفول برضه انت بتستخدمه برضه ما تبقاش ايه جو اجريسيف وانت بتستخدم المغنيسيوم في البيشنت بتاع الدايلسيس واف يو هاف تو لو انت مضطر تستخدمه فعلا يبقى لازم تعمل له مونيتورنج مهم جدا يبقى على الاقل مره كل شهر تعمل له مونيتورنج وانت بتستخدمه. الثاني ده طبعا اوكي اتس جود اتس جود حتى لما انا مش عارف النتائج بتاعته لسه ايه لغايه دلوقتي رجل فوز هو عباره عن 20 هو هنا كده ماشي هو سريعتين خد المراجعه 20 يعني هو هنا كده بس نازل في مصر اسمه فوز ماشي هو بس عايز انبه نقطه مهمه جدا نسينا ان هم ايه اوروبا كان عدد الصناعات اللي هي بيتخلصوا منها مجموعه تانيه تمام؟ لان انت عارف من عيوب الرينا جيل ان هو
سيبيرمين هيدروكلورايد من ضمن مشاكل بيعمل ميتابوليك استوز انه هيدروكلورايد. دلوقتي ما عادش موجود في اوروبا. الموجود في اوروبا دلوقتي سيبيرمين كربونات اللي هو رينال فيلا. فما عادش موجود عندهم. بقت سيم الخزيج بيبعتوه عندنا. فالرينو باص هو الانرجي. بس شركه مصريه بتعبيه وتبيعه. بس يعني عشان بس يبقى معروف يعني. لما بستخدم مغنيسيوم بزيت دوت. فهو ده من الحاجات الجميله جدا. الحاجه الثانيه احنا عملنا برضه استادي فان شمس على الانفراريتك تشينجز اوف مغنيسيوم وفوجئنا ان معظم المصريين عندهم هايبو مغنيسيوم. يعني المصريين ما بياكلوش لحمه طبعا كتير وانتم عارفين المغنيسيوم ما بيجيش غير باللحمه. دكتور احمد بيقول ان هو ريكومند ان هو يكون الحاجات الروتين انفستيجيشن ذات وي شود دو ان ذا مارك. اوكي؟ والله ده الديوريشن بتاع الاستوديو كان اساسا از انف فور تايم انت اقول 24 ويكس شكرا. Thank you for coming.